مصر تدين بأشد العبارات سماح السويد لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في ستوكهولم. اجتماع لمجلس الأمن لبحث تداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب وتحذيرات من مخاطر على الأمن الغذائي العالمي. في إطار ضعف الروبل، روسيا ترفع معدل الفائدة وتعلن بحث إطلاق عملة بريكس في قمة المجموعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيق نسخ في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وينتهك مقدساتهم. في بيان لها، أكدت وزارة الخارجية أن مصر تعرب عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان. وأكدت مصر على ضرورة أن تطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها. وبدوره أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف. وشدد الأزهر الشريف في بيان له على أن ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق نسخ المصحف الشريف يعكس سياسات فوضوية وتطرفا بغيضا ودعما للإرهاب ومعاداة للمسلمين في ربوع الأرض. كما أكد الأزهر أن السماح لهؤلاء الإرهابيين بحرق القرآن الكريم يمثل جريمة بحق الإسلام والأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين المجتمعات. من جهته، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، معتبرا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم. أكد أبو الغيط أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون هذه الفرصة لبث سمومهم ولنشر أفكارهم الهدامة. أشار أبو الغيط إلى أنه سبق وحذر منذ أسابيع من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف. أدانت المملكة العربية السعودية التصرفات المتكررة غير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين تصاريح رسمية تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف. يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية السعودية استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وبتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الرياض السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية. كما أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان وتحد من الحرية والحوار بين الشعوب. اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. شهد رفقة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إعلان
اتفاق مشترك لإنهاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين. كما شهد الجانبان أيضا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاقها، بما يحقق تطلعاتهما إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. جدد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترحيب بلاده بالاتفاق بين مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأضاف الرئيس الإماراتي أن تطوير العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة يعد خطوة هامة للمنطقة، مشيرا إلى دعم أبوظبي لكل الخطوات التي تستهدف تعزيز أسباب السلام في المنطقة والعالم. في هذه السياق أكرر ترحيب الإمارات بالاتفاق بين مصر وتركيا مؤخرا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى صفراء. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri olarak Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin diplomatik düzeyinin büyükelçiler seviyesine çıkarılmış olmasından duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek isterim. ولا شك أنها خطوة مهمة للمنطقة كلها ودولة الإمارات داعم أساسي لأي خطوة تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر على مدار يومين. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الجزائري نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال هذه الزيارة. أعلنت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكلارو أعلنت أن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تنطوي على مخاطر بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما في البلدان النامية. أبلغت ديكارلو مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه لبحث انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية أن التهديدات المتعلقة بالاستهداف المحتمل لسفن مدنية في مياه البحر الأسود من قبل كل من روسيا وأوكرانيا هي غير مقبولة وتتحول على الهواء مباشرة الآن مشاهدين إلى نيويورك لمتابعة جلسة مجلس الأمن بشأن اتفاق تصدير الحبوب. جزءا من مبادرات البحر الأسود لم تلتزم بتنفيذ الالتزامات وكانت توقف العديد من السفن من مغادرات الموانئ، ولكن بالرغم من ذلك كانت هذه المبادرة تحدث فارقا حقيقيا، وهذا ليس بالأمر البسيط أو الهين أو السخيف الذي يريد البعض أن يقنعنا به. هذه الترتيبات أحدثت استقرارا في الأسواق العالمية وقللت من أسعار الغذاء بالنسبة للجميع، وهذه عززت العمل الإنساني في أماكن مثل أفغانستان والصومالي واليمن، وعززت الصادرات ل 32 طنا من الحبوب الأوكرانية والمواد الغذائية الأوكرانية، وهذا يقارب 18 مليار رغيف خبز. ونحن نعرف أن هذه ذهبت إلى الدول النامية. أول سفينة غادرت البحر الأسود بموجب هذا الترتيب حملت الحبوب إلى لبنان، ومنذ ذلك الحين وصلت السفن بنقل الغذاء إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط من السودان إلى إثيوبيا إلى ليبيا. ولكن في اليوم الذي علقت فيه روسيا مشاركتها في هذه المبادرة ارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير. المزارعين يكسبون، ولكن العديد الذين لا يستطيعون دفع تكلفة ارتفاع الأسعار سيعانون، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. دعونا نكون واضحين، لا يوجد سبب مشروع واحد لروسيا لتعليق مشاركتها في مبادرة الحبوب. يريدون أن يقولوا أن الجزاءات تعيق صادراتهم، وهذا غير صحيح. كانوا يصدرون كما أكبر من الحبوب أكثر من أي وقت سبق وبأسعار أعلى. إن روسيا تستخدم البحر الأسود للابتزاز لتحقيق مصالحها، وهي بالتالي تحتجز العالم رهينة لها.
لقد سمعنا هذا بشكل واضح، أن الكثيرين يريدون ترتيب وأن يظل هذا الترتيب قائما، وأوكرانيا قالت ذلك بصراحة، لكن والعالم كله يريد أن يتواصل هذا الترتيب. عيون العالم عليكم يا روسيا، لم يفت الأوان أن تقوم موسكو بالعودة عن هذا القرار وتوسع وتنفذ بشكل كامل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأمم المتحدة على كل الجهود لمحاولة إلقاء هذا الترتيب قائما. هذا المجلس وكل الدول الأعضاء يجب أن تجتمع وتحث روسيا على استئناف المفاوضات بحسن نية وإنهاء هذه الحرب المروعة والقاسية ضد أوكرانيا من أجل مصلحة أكثر الناس جوعا ومن أجل البشرية جمعاء. شكرا، أشكر الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للموزمبيق. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يسعى لإقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انسحب منه. قال أردوغان إنه يستطيع ضمان استئناف العمل في الممر الإنساني إذا تحدث بالتفصيل مع بوتين. كانت روسيا قد أعلنت أنها ستعتبر السفن التي تتجه نحو أوكرانيا عبر البحر الأسود بمثابة سفن عسكرية، وتعتبر الدول التي ترسل سفنها طرفا في هذا الصراع. اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينان أوكرانيا باستخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لشن هجمات إرهابية على المصالح الروسية. يأتي ذلك في حين قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن تورط أوكرانيا في أعمال إرهابية من المحتمل أن يشكل خطرا في البحر الأسود. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أي عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على روسيا. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أضاف بوتين أنه فيما يتعلق ببيلاروسيا فإن شن عدوان عليها سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسيتم الرد عليه بكل الوسائل التي في متناول موسكو. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Саммит в России пройдет, Россия-Африка. И... أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول البحر الأسود تجري تدريبات مخططا لها في الجزء الشمالي الغربي من البحر، وذلك بمشاركة السفن والطيران الحربية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات شملت قصف أهداف بحرية بصواريخ مجنحة مضادة للسفن أطلقت من الزورق الصاروخي التابع لأسطول البحر الأسود، مشيرة إلى تدريب السفن والطائرات التابعة للأسطول على عمليات عزل للمنطقة المغلقة أمام الملاحة واحتجاز السفن المخالفة. أحداث متلاحقة تسير بالأزمة الأوكرانية إلى مزيد من التعقيد، حيث أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يقرب من 120 شخصا وكيانا مرتبطين بروسيا بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. الخزانة الأمريكية أضافت أن الإجراءات الجديدة المفروضة على روسيا تهدف أيضا إلى خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة والوصول إلى النظام المالي الدولي. السفارة الروسية في واشنطن وصفت الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمدمرة، حيث إنها تأتي في وقت ربطت فيه روسيا عودتها إلى اتفاقية الحبوب بتنفيذ مطالبها التي تتضمن رفع بعض العقوبات المفروضة عليها. وشددت السفارة الروسية على أن الإجراءات الأمريكية تدعم سياسة روسيا نحو تعزيز قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي، ولا تترك بديلا آخر عن تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط
الروابط الاقتصادية العالمية، خاصة وأن واشنطن أعلنت فرض عقوبات أيضا على 5 مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة إضعاف وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي. ميدانيا تواصل روسيا قصفها المستمر على منطقة أوديسا التي كانت المسرح الرئيسي لتنفيذ اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، وكأنها تبعث برسالة إلى القادة الغربيين بأن هذه الاتفاقية في طريق النسيان ولا أمل في تجديدها دون تنفيذ مطالب الكريملين. أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس استعداد بلاده للتعاون مع حلف الشمال الأطلنطي ناتو لدعم بولندا في الدفاع عن جناحها الشرقي. قال بيستوريس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التشيكي بالعاصمة التشيكية براغ إنه حيثما يحتاج الشركاء البولنديون إلى الدعم فإنهم سيحصلون عليه. كما أكد الوزير الألماني أن البولنديين هم شركاء في الناتو وحلفاء موثوق بهم في الحلف العسكري، لذلك بإمكان ألمانيا أن تعلن وبثقة أنها مستعدة للدفاع عن وارسو. أعلنت السلطات الأمنية في بولندا نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا. وقال أمين اللجنة الأمنية في بولندا زيجنو فوهمن إن التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاغنر يمثل استفزازا لبولندا، وأضاف أن اللجنة الأمنية قامت بتحليل التهديدات المحتملة، لذلك قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بولتشاك بنقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق الخط الأول من مشروع أركتيك للغاز المسال 2 في القطب الشمالي. وتأمل روسيا من خلال المشروع توسيع نطاق تصديرها للغاز الطبيعي إلى مستوردين جدد بعيدا عن القارة الأوروبية. في ظل عقوبات غربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تسعى موسكو إلى توسيع نطاق مشاريعها الكبرى لتخفيف الآثار السلبية لتلك العقوبات على الاقتصاد الروسي. وتماشيا مع هذا السياق، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخط الأول من مشروع أركتيك للغاز المسال 2، وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي، انسحبت منه كبرى الشركات الفرنسية في الغاز عام 2022 كنوع من العقاب لموسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. المشروع الروسي الجديد الذي تقدر استثماراته ب 21 مليار دولار يقع في شبه جزيرة جيدان على بعد نحو 30 كيلومترا من أول مصنع عملاق للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي، والذي بدأ تشغيله في عام 2017. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 19 مليون و800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا عبر 3 خطوط إنتاج. وتأمل موسكو أن يكون طريق القطب الشمالي هذا الذي أصبح قابلا للاستخدام بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد قادرا في المستقبل على بيع شحناتها من الغاز إلى مستوردين آسيويين بعيدا عن الخطوط القديمة المرة عبر القارة الأوروبية. أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن مسألة إطلاق عملية خاصة لتكتل بريكس الذي يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ستتم مناقشتها في قمة قادة المجموعة شهر أغسطس المقبل. ذكرت الخارجية الروسية أن تشكيل آليات تسوية مستدامة من شأنه أن يخدم التجارة المتبادلة بشكل فعال. وأضافت الخارجية أنه لم يعد من الممكن الاعتماد بشكل كامل على الآليات المالية الغربية. كما أكدت الخارجية الروسية أيضا أن عملية إطلاق عملة لمجموعة بريكس تكتسب زخما، ومعها سيتم إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف بشكل تدريجي.
أعلن البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة واحدة إلى 8.5% في سابقة هي الأولى منذ فبراير 2022، في سياق ضعف عملة الروبل الذي يثير مخاوف في تسارع التضخم داخل روسيا. صرح المركزي الروسي في بيان له أن تراجع قيمة الروبل منذ بداية العام الجاري بشكل كبير يزيد من مخاطر التضخم. هذا ويحافظ البنك المركزي الروسي على هدفه بإعادة التضخم إلى 4% من العام 2024، فيما كان التضخم يجب أن يتراوح بين 5% و6.5% في نهاية عام 2023 وفق توقعاته. حققت واردات الصين من النفط الروسي الخام أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو الماضي، وذلك بأكثر من 10 ملايين طن. يأتي ذلك على الرغم من فرض دول غربية عقوبات على روسيا وصادراتها بالنظر إلى زيادة الطلب على الإمدادات النفطية. وفقا لبيانات حكومية صينية، وصلت واردات بكين من النفط الخام الروسي لأعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع مواصلة مصافي التكرير اقتناس الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي. الكميات الواردة من روسيا بلغت في الإجمال 10.5 ملايين متري في يونيو، أو ما يوازي معدلاً يومياً يبلغ 2,560,000 برميل. كما زادت كميات الشحنات بنسبة 44% مقارنة بذات الشهر العام الماضي، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية. وسجلت الواردات الروسية في النصف الأول من العام 52,610,000 طن متري، بارتفاع 22% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان من المتوقع أن تقل الشحنات السعودية للصين في يونيو، حيث تسبب تراجع هوامش التكرير في دفع مصافي التكرير الصينية للبحث عن خام أرخص سعرا من روسيا وموردين آخرين، حتى بعد أن خفضت الرياض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل يونيو 25 سنتا في مايو. وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية وفرض سقف سعري من العوامل التي تضمن تداول الخام الروسي بسعر أقل من خامات القياس العالمية، فقد قل هذا الخصم في الأشهر القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب على الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي من مشترين صينيين، وعمليات الشراء المكثفة التي تنفذها المصافي الهندية للخام الروسي. وتلجأ مصافي التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع الشحن والتأمين لشحنات الخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية. وارتفعت الصادرات الأمريكية للصين 354% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من التوتر الجيوسياسي بين الجانبين، حيث حافظت الخامات الأمريكية الشهر الماضي على مزايا في التسعير عن المنتجين في الشرق الأوسط بعد خفض أوبك بلس للإنتاج. ومن المتوقع أن تميل مصافي التكرير الصينية بشكل متزايد لإمدادات بديلة من دول مثل البرازيل في الربع الثالث مع تعهد روسيا والسعودية بخفض الإنتاج. أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتوسيع الشراكة الاقتصادية بين بلدها وفيتنام، مؤكدة أن فيتنام أصبحت نقطة ربط حاسمة في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات. خلال زيارتها الأولى لهاناي كوزيرة للخزانة، أضافت يلين أن الولايات المتحدة تسعى لتكوين صداقات من خلال بناء مجموعة مفتوحة لتعزيز علاقتها مع العالم النامي. كما أشارت وزيرة الخزانة إلى أن واشنطن ستسهم في تعهدات مجموعة السبع بضخ 600 مليار دولار في استثمارات البنية التحتية العالمية.
على مدار العقدين الماضيين نما حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنحو 25% سنوياً، وهذا معدل مذهل. لم ترتفع واردات الولايات المتحدة من السلع الفيتنامية فحسب، بل اليوم تصدر الولايات المتحدة إلى فيتنام نحو 20 ضعف ما كانت تصدر لفيتنام عام 2002، وليس من مؤشر على أن هذا الزخم يتباطأ. إن تعزيز مرونتنا الاقتصادية تتطلب زيادة التعاون والانخراط مع شركاء دوليين ضد المخاطر التي نواجهها. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. انطلاق أكبر مناورات عسكرية بين أستراليا والولايات المتحدة بمشاركة أكثر من 30,000 جندي. قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي قطعت تعهدات طوعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير مثل وضع علامة مائية على محتواها الذي ينتج باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للإسهام في جعل هذه التقنية أكثر أماناً. تعهدت الشركات باختبار أنظمتها بصورة شاملة قبل إصدارها وبمشاركة المعلومات حول كيفية تقليل المخاطر والاستثمار في الأمن الرقمي. بدأت أستراليا والولايات المتحدة مناورات حربية تستمر لأسبوعين بمشاركة قوات يزيد قوامها على 30,000 جندي إضافة إلى 11 دولة أخرى. جاء ذلك في وقت تصر فيه الصين على حماية مصالحها بصورة متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتجرى تدريبات تاليسمان سايبر العسكرية كل عامين حيث أجريت لأول مرة في 2005، وستكون تدريبات هذا العام هي الأكبر. أعربت واشنطن عن قلقها إزاء مصير الجندي الأمريكي الذي دخل إلى كوريا الشمالية بإرادته، بينما تضاعف الولايات المتحدة من اتصالاتها من دون التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مبدية قلقها على سلامته. خلال منتدى الأمن في أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، قالت وزيرة سلاح ألبر كريستين إن هناك مخاوف من احتمالية أن يكون الجندي الأمريكي موجودا تحت سيطرة سلطات كوريا الشمالية، معربة عن قلقها بشأن طريقة معاملته. غادرت الغواصة الاستراتيجية الأمريكية ذات القدرات النووية USS كنتاكي كوريا الجنوبية بعد زيارة نادرة استغرقت 3 أيام إلى مدينة بوسان جنوب شرق البلاد. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن الغواصة USS كنتاكي هي غواصة من طراز أوهايو تزن حوالي 18,750 طنا، وغادرت المياه الإقليمية في كوريا الجنوبية بعد زيارة قصيرة. شبه الجزيرة الكورية على عهدها توتر شديد واتهامات متبادلة وتحشيد للعتاد والأسلحة. كوريا الجنوبية حذرت نظيرتها الشمالية من محاولة التفكير في شن هجوم نووي ردا على الانتشار العسكري الأمريكي المتزايد إلى جوار سول، معتبرة أن تصرفات بيونغ يانغ ستؤدي في النهاية إلى إنهاء نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. كوريا الجنوبية أكدت أن أي هجوم نووي للجارة الشمالية سيقابل برد فوري وحاسم في ظل التحالف الاستراتيجي والعسكري مع الولايات المتحدة. التحذيرات الكورية الجنوبية جاءت رداً على تصريحات وزير الدفاع الكوري الشمالي الذي أكد خلالها أن زيارة غواصة أمريكية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قد تبرر استخدام بيونغ يانغ أسلحتها النووية، خاصة وأن آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة غواصة ذات قدرة نووية في كوريا الجنوبية يعود إلى عام 1981. الساحة الكورية تشهد تدهوراً في العلاقات إلى أدنى المستويات بين الكوريتين، حيث دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز تطوير الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية. واستبقت كوريا الشمالية هذه الدعوات بإصدارها العام الماضي قانوناً نووياً واسع النطاق يحدد مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تستخدم فيها أسلحتها النووية لتنفيذ ضربات استباقية. في المقابل
تعمل كوريا الجنوبية على تعزيز تحالفاتها وخاصة مع الولايات المتحدة، كما امتد هذا النهج إلى اليابان، حيث سعى البلدان لطي مرحلة من الخلافات تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية بغية توحيد الجهود في مواجهة كوريا الشمالية. أرجأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تجربة إطلاق صاروخ مضاد للسفن في المياه الأسترالية بسبب سوء الأحوال الجوية. كان من المقرر أن تستعرض قوات الدفاع الذاتي اليابانية صاروخها المضاد للسفن تايب 12 من مياه خليج جيرفز جنوبي سيدني. وأوضحت وسائل إعلان يابانية أن إطلاق الصاروخ كان سيتم في إطار مناورات تاليسمان سابر العسكرية. تمكن حزب المحافظين البريطاني من الاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في دائرة أوكسبريدج. يأتي ذلك فيما خسر الحزب الحاكم مقعدين آخرين في الانتخابات الفرعية التي تعد مؤشرا هاما للاقتراع العام المقرر عام 2024. بعد انتخابات فرعية غير مبشرة، تمكن حزب المحافظين البريطاني من الاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لكنه مني بالهزيمة في دائرتين أخريين في الانتخابات التي تمثل اختباراً للاقتراع العام المقرر في العام المقبل. وعلى رغم إبقاء حزب المحافظين سيطرته بفارق ضئيل جدا على دائرة أوكسبريدج أند رايسليب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للحزب الذي خسر أغلبية واسعة في دائرتي سومرتن وفروم جنوب غربي إنجلترا وسيلبي أند أينستي في شمال البلاد. وتكشف هذه الانتخابات أفق الفترة الانتخابية المقبلة لكل من الأغلبية التي بلغ التأييد لها أدنى المستويات في استطلاعات الرأي بعد 13 عاما في السلطة، ولحزب العمال الذي يبدو في وضع أفضل لتولي رئاسة الحكومة في انتخابات 2024 في ظل الرؤى السلبية للناخبين تجاه برامج حزب المحافظين. من جهته أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمام نواب حزب المحافظين بصعوبة المعركة، داعيا أعضاء الحزب إلى تنظيم الصفوف، وعلى الرغم من تراجع الثقة في أدائه إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري، أشاد سوناك بأداء حكومته وعبر عن ارتياحه لحصول 4 قوانين كبرى على الموافقة الملكية، ولا سيما النصوص المثيرة للجدل حول الهجرة غير الشرعية وفرض حد أدنى من الخدمة في حالة الإضراب. في المقابل يستعد حزب العمال الذي يأتي في الطليعة باستطلاعات الرأي وبفارق كبير لتولي السلطة بقيادة كير ستارمر الذي أعاد تنظيم الحزب، مما ينذر بمعركة انتخابية شرسة في العام المقبل. أعربت الحكومة البريطانية عن استيائها من الاتحاد الأوروبي لاستخدامه اسم جزر ماليفيناس الأرجنتينية بدلا من جزر فوكلاند كما كانت تسميها بريطانيا. وفي البيان الختامي لقمته 27 مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقد أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن 99.8% من سكان جزر فوكلاند قد صوتوا في استفتاء عام 2013 ليكونوا جزءا من العائلة البريطانية، مؤكدا أنه يجب على الأرجنتين والاتحاد الأوروبي الإصغاء لخيارهم الديمقراطي. كشفت دراسة عن ارتفاع كبير في عمليات سرقة السيارات في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا هيل، فإن الدراسة التي نشرها مجلس العدالة الجنائية وجدت أن هناك ارتفاعا بمقدار الثلث في سرقة المركبات بدءا من شهر يناير وحتى شهر يونيو مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن التي أدت إلى وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الشرطة أن المشتبه به قد ارتكب هجومه بسكين قرب محطة مترو أنفاق في سول، حيث فتحت الشرطة تحقيقا فوريا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلاميين بمناسبة الذكرى 63 لانطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في 21 من شهر يوليو عام 1960.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربى عليها أجيال عديدة، مضيفا أن أبناء الإعلام الوطني يواصلون أداء دورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات العصر. تحل اليوم الذكرى 63 لانطلاق البث المباشر الأول للتلفزيون المصري الذي انطلق في 21 من يوليو من عام 1960. بدأ التلفزيون المصري إرساله بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استهل الإرسال عبر قناة واحدة، وكان زمن الإرسال محددا بمعدل 6 ساعات يوميا قبل ارتفاعه لاحقا مع استحداث قنوات أخرى، ليصبح مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو شعلة تضيء المجتمعات العربية وتغرس القيم المهنية الفضلى. قناة واحدة لمدة 5 ساعات يوميا، هكذا كانت البداية لرحلة طويلة من المتعة الممزوجة بالإثارة والتسلية، مضافا إليها التثقيف وزرع القيم الإيجابية. جاء ذلك مع إطلاق أول إشارة بث تلفزيوني في مصر في 21 من يوليو من عام 1960 ضمن إنجازات ثورة 23 من يوليو عام 1952، ليكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الإعلامية وتزرع في المصريين القيم وحب الوطن. تعود بدايات فكرة إنشاء تلفزيون مصري إلى عام 1954، ولكن تعطلت الفكرة بسبب العدوان الثلاثي لتتجدد مرة أخرى في عام 1960، ولم يمر سوى 6 أشهر حتى تم الانتهاء من المشروع، وبدأ الإرسال في 21 من يوليو من عام 1960. البث الأول للتلفزيون المصري كان في تمام 7 مساء تزامنا مع الاحتفال بالعيد 8 لثورة يوليو، وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ثم ظهر الإذاعي الكبير صلاح زكي كأول مذيع تلفزيوني ليعلن مولد التلفزيون العربي من القاهرة. مع بداية الثمانينيات شهد التلفزيون المصري تطورات عديدة في أكثر من مجال، من خلال التوسع الهندسي والجغرافي لمجال التغطية التلفزيونية، ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل المحافظات. تلا ذلك إطلاق القناة الفضائية المصرية الأولى كأول فضائية عربية حكومية، ثم تدشين القنوات المتخصصة بعد ذلك. التلفزيون المصري سيظل رمزا مضيئا في حياة المصريين ومصدرا للتوعية والتنوير وبناء الإنسان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر. دكتور جمال، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. اليوم بيوافق الذكرى 63 للبث الأول للتلفزيون المصري أو ماسبيرو بكل ما فيه من قيم ومبادئ مهنية كبيرة، يعني بداية ماذا تريد أن تقول في هذه المناسبة وفي هذا اليوم الخاص للتلفزيون المصري؟ أهلا بك يا أستاذ ريام، كل سنة وطيبة. حضرتك طيب. وكل سنة وكل الإعلاميين المصريين بخير ونجاح وتفوق وتألق. يعني دي طبعا مناسبة عزيزة جدا. الحقيقة أن التلفزيون المصري استطاع أن يكون ذاكرة أمة، يعني هو صور بالصوت والصورة كل الأحداث التاريخية الكبيرة، كل الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية، يعني كل الأحداث على كل المستويات. يعني التلفزيون المصري هو جبرتي هذا العصر. نعم، بس جبرتي بصوت وصورة. صحيح، يعني في توثيق رائع جدا. وأنا متصور أن مكتبة ماسبيرو هي يعني رأس مال قوي جدا ولا يقدر بمليارات الدولارات. نعم دكتور جمال، بالتأكيد مع التطور اللي بنشهده بشكل كبير جدا وبشكل خاص طبعا في التكنولوجيا، ما هو المطلوب من التلفزيون المصري لكي يواكب كل ما يعني يتم من تكنولوجيا بشكل خاص في المجال الإعلامي؟ رقمنا
يعني الحل هو الرقمنة، الدخول إلى عصر الرقمنة بقوة، لأنه العالم كله النهاردة حتى الصراعات بين أمريكا والصين على تايوان، لأن تايوان بتصنع الرقائق الإلكترونية اللي هي بتسهل كل حياتنا على مستوى التكنولوجيا، سواء بقى في الإعلام أو في الطب أو في الأجهزة أو في كل المجالات. فباختصار شديد احنا محتاجين يعني نهضة تكنولوجية في مجال الثورة الرقمية وتحديث للبنية الأساسية في مسيره الهندسية والتكنولوجية، وفي نفس الوقت مواكبة من الكوادر الإعلامية، ودي فرصة ان احنا نقول انهم مسيره يعني يجب او يستحق ان يدعم دعما كبيرا في إطار أنه يطلع أجيال، لأنه معظم الأجيال اللي موجودين في كل محطات الإذاعة والتلفزيون العربية وحتى الصحافة خريجين ماسبيرو. فدي فرصة أن احنا نعمل نوع من التحديث على المستوى التقني والتكنولوجي، وفي نفس الوقت على مستوى صناعة المنافس والذي يقدم قيمة تترجم القوة أو وزن القوة النهائية سواء في المنطقة العربية أو على مستوى العالم. نعم، يعني آخر سؤال لحضرتك دكتور جمال الشاعر، يعني حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي الكفاءة البشرية أو الكوادر البشرية، إزاي ممكن أنه يتم تطوير هذه الكفاءات البشرية بشكل كبير وخاصة في هذا المبنى العظيم وهو مبنى التلفزيون المصري، لكي يستطيع أن هو يساير هذا التقدم التكنولوجي وهذا التطور في هذا القطاع المهم جدا وهو قطاع الإعلام؟ يجب أن يبنى أي اختيار في مجال الإعلام على الموهبة والقدرة على الإبداع والابتكار والتأثير، الإعلام تأثير، فحسن الاختيار في البداية للكوادر الإعلامية نمرة 2 إن هي تؤهل على مستويين، على مستوى اللغة العربية السهلة البسيطة القادرة على التواصل مع الناس، نمرة 2 التكنولوجيا، إن يكون عنده معرفة بالتكنولوجيا، يعني مش هينفع أبدا يعني أي إعلامي في الفترة القادمة يكون عنده أمية تكنولوجية أو أمية رقمية، مستحيل، فلازم يكمل الجانب ده لأنه هو المستقبل. وإحنا بنستخدم حتى في تعبيراتنا في الإعلام يقولك elephant in the room، الفيل موجود في الأوضة وإحنا مش شايفين. إيه هو الفيل؟ اللي هو الإعلام الرقمي اللي هو لو اتحرك يمين شمال بيكسر الدنيا، فلازم إحنا نستوعب الإعلام الرقمي. الإعلام الرقمي يبقى جزء من مسيره، مش العكس، مش يبقى رد فعل لمسيره، مش ما يبقاش رد فعل للسوشيال ميديا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الإعلامي الكبير دكتور جمال الشاعر، كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل إعلاميين مصر دايما بخير. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين،
هذا وتستمر الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل الفنان تامر حسني بوضع اللمسات الأخيرة للمسرح، منطقة الجمهور والزوار لتستوعب العدد الكبير من الجماهير المقرر أن تحضر الحفل مع وجود عدد من أفراد الأمن للتأمين وتنظيم عملية الدخول والخروج. كما تشهد منطقة أرينا العالمين تجهيزات ضخمة للحفل. هذا وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان الذي تتنوع فعالياته الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد من تفاصيل مهرجان العالم عالمين ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من هناك. رامي، بعد التحية يعني ضعنا في الصورة وانقل لنا آخر يعني التجهيزات الخاصة بحفل اليوم وأبرز الفعاليات التي تشهدها العالمين. رامي إذن نحن معك الآن على الهواء والصورة من العالمين، مهرجان العالمين الجديدة الذي يقام تحت عنوان العالم عالمين ويستمر على مدار 45 يوما حتى يوم 26 من شهر أغسطس المقبل. اليوم الاستعدادات النهائية لانطلاق الحفل الغنائي للفنان تامر حسني بمنطقة الجمهور. من المنتظر والمتوقع أن يشهد حفل اليوم إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة أن هذه هي الحفلة الأولى التي ستنطلق خلال فعاليات هذا المهرجان. معنا من هناك الزميل رامي محمد ينضم إلينا على الهواء مباشرة. رامي معنا؟ ما زلت معنا رامي؟ تحياتي لكم ولكل متابعينا من خلال عنوان كبير وعريض على أجمل شواطئ العالم. تامر حسني يفتتح حفلات النجوم بالعالمين الجديدة في مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري والمستمر حتى الشهر أغسطس المقبل، نتحدث عن أكثر من 6 أسابيع من الحالة الفنية السياحية الترفيهية الثقافية المختلفة. ونحن الآن في داخل موقع في واحدة من أهم هذه الحفلات، الحفل الذي سوف ينطلق اليوم عند 9 مساء للفنان تامر حسني. هذا الحفل أولى حفلات النجوم هنا في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع. هذه المدينة التي أصبحت الآن مقصد وواجهة لكافة الزوار سواء مصريين وغير مصريين، خاصة من خلال هذا المهرجان الذي يأتي لمدة تجاوزت 40 يوم حتى 26 من أغسطس المقبل، ليكون مصدر من مصادر الترفيه والجذب السياحي لهذه المدينة. عن الاستعدادات الخاصة باليوم وحفل اليوم الذي ينطلق عند 9 مساء، من خلفي الآن تم وضع اللمسات النهائية الخاصة بأجهزة الصوت وأيضا شاشات العرض والإضاءة وأيضا توزيع المناطق والمساحات الخاصة بالجمهور وتقسيم الجمهور إلى 4 فئات. لو تحدثنا عن هذه الفئات المختلفة سواء من جمهور وأسر وأيضا أماكن في آي بي وغيرها من المواقع، وكما نسمع الآن ويحدث من خلفي اللمسات النهائية والأخيرة لأجهزة الصوت وغيرها والإضاءة استعدادا لانطلاق حفل الفنان والمطرب تامر حسني عند 9 مساء. أما عن المدينة من الخارج والبوابات، هناك 4 بوابات تم. شكرك رامي على نقل الصورة لنا من مهرجان العالم عالمين، شكرا جزيلا لك رامي محمد براسل التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات أعمال الكشف الطبي على العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح، وذلك في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. تهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، حيث يتم تقديم خدمات المبادرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي.
100 يوم صحة دي مبادرة رئاسية تستهدف صحة مواطنين المصريين. المبادرة بدأت من شهر يوليو حتى 1 أكتوبر إن شاء الله، فربنا إن شاء الله يدوم. المبادرات الرئاسية دي برضو مفيدة للناس لأنها مبادرات من مجانا، وأي لا قدر الله أي حد عنده أمراض برضو ممكن يتحول للمستشفيات، ونتمنى المزيد مننا. بنقدم الخدمة في محافظة مطروح من خلال فرق ثابتة وفرق متحركة، ما يقرب من 24 فريق ثابت و18 فريق متحرك بنجوب بيهم مختلف القرى والمراكز والنجوع والتجمعات السكانية بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات لجميع الأشخاص والأفراد. احنا بصدد مبادرة رئاسية 100 يوم صحة، هذه المبادرة التي أطلقت من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف صحة المواطن المصري، وديا بتنم على الاهتمام الرئاسي بالمواطن المصري وصحة المواطن المصري، والشعور بأن صحة المواطن المصري هي من ضمن أولوياته. بنشكر سيادته على أن هذا الدعم، ودي مش المبادرة الأولى ولسه في مبادرات ثانية، يعني من ضمن خطط السيد رئيس الجمهورية أن الاهتمام بالصحة العامة، وديا مبادرات متلاحقة. يعني احنا في كذا مبادرة عدت، في مبادرات عمل يعني ادت نتيجة كبيرة خالص، زي مبادرة الفيروس سي اللي احنا شايفين نتائجها الكبيرة خالص، اللي ما كناش نحلم يوم انها تتحقق النتائج نهائيا. ونتحول في نشرة السادسة لتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا محمد، شكرا ريهام. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. قالت مايا هينركس مديرة أنظمة التمويل الأخضر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر من الأسواق الحيوية المثيرة للاهتمام بالنسبة للبنك. وأشارت هينركس إلى أن مصر تسير على طريق صحيح فيما يتعلق بما حققته على صعيد التحول الأخضر والطاقة النظيفة والمستدامة، كما أشادت بما تحققه منصة نوفي التي تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من أثار تغير المناخ. تجاوزت نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروطة الجديدة حتى الآن 19%، وهي نسبة تتجاوز البرنامج الزمني المقرر. أوضحت وزارة الموارد المائية والري أنه فيما يخص الموقف التنفيذي لقنطرة فم بحر يوسف، فإنه جرى العمل على تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، ذلك بعدما تم الانتهاء من إنشاء الأساسات الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت، وأيضا تجفيف حفرة الإنشاء. فيما يتعلق بإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمي، أوضحت الوزارة أن أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت جارية تمهيدا للبدء في الإنشاء، كما تم البدء في تنفيذ الجسات التأكيدية. وصل حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى 332.5 مليون جنيه. وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها 65، حيث بلغ حجم المبيعات في أكثر من 3 ملايين جنيه. وأشارت إلى نجاح مبادرة سند الخير في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. ونتحول بكم مشاهدينا إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت في التعاملات الآسيوية وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين
بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الامدادات من منتجين رئيسيين. وزادت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة 0.98% لتصل إلى 80 دولار 44 سنتا، وذلك للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة بلغت 0.9% لتصل إلى 76 دولار 33 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.2% لتصل إلى دولارين 2.71 سنتا للتر، فيما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.94% مسجلة دولارين 2.73 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قال إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك بلس لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي. وأشار المزروعي إلى أن تحالف أوبك بلس يجتمع باستمرار، مؤكدا أن التحالف سيبذل ما في وسعه لتوفير احتياجات السوق. ذكرت وزارة الزراعة التونسية أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60%. توقع اتحاد المزارعين في مارس الماضي أن يكون محصول القمح في تونس كارثية، حيث انخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام. أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي. وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مضيفا أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام ومحمد فا، إليكم. شكرا لك رجائي. بأخبار الاقتصاد نصل مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. مصر تدين بأشد العبارات سماح السويد لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيق نسخه في استوكهولم. اجتماع لمجلس الأمن لبحث تداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، وتحذيرات من مخاطر على الأمن الغذائي العالمي. في إطار ضعف الروبل، روسيا ترفع معدل الفائدة وتعلن بحث إطلاق عملة بريكس في قمة المجموعة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.